أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في سبيل رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية والعلاجية والتعامل الفوري معها. جاء ذلك في تقرير تلقاه رئيس الوزراء حول جهود اللجنة في التعامل مع استغاثات المواطنين خلال عام 2022، حيث رصدت اللجنة الاستجابة ل 6399 حالة على مدار العام من الاستغاثات الطبية بمختلف وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لما تتلقاه من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومكتب خدمات المواطنين.